بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يجزي المتصدقين ويخلف على المنفقين ويحب المحسنين ولا يضيع أجر المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرحمن الرحيم، الجواد المحسن الكريم، الذي جعل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الأمي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس وأكرم الناس، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. وما سئل صلى الله عليه وسلم شيئًا قط فقال لا، بل كان يقول أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أحبائي في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات باب جنة، ولسه مكملين مع مشوار الخير والتصدق والإنفاق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. والنهاردة هنتكلم عن عبادة إطعام الطعام. إطعام الطعام لكل محتاج، خصوصا إننا في أيام مباركة وداخلين على شهر رمضان الكريم. ربنا سبحانه وتعالى يعيده علينا بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين. وعايزين بقى نوصل كرتونة الخير لكل محتاج علشان نفوز برضا المولى عز وجل. ربنا بيقول في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم. يعني الإنسان ممكن يتجاوز ويتخطى العقبة اللي هي مشقة الآخرة بإيه؟ بعتق رقبة أو إطعام في أيام شاقة وصعبة. طب يطعم مين؟ يطعم يتيم ولو من ذوي القرابة يكون أفضل، أو فقير معدم. وفي الآخر ربنا بيقول أولئك أصحاب الميمنة. يا جماعة، إطعام الطعام ده حاجة ثوابها كبير قوي عند ربنا، خصوصاً في الأيام الطيبة اللي احنا فيها دي، ودي بتكون أكبر وأنجح تجارة مع الله عز وجل. في قصة أثناء ولاية سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه للدولة الإسلامية، اتعرض المسلمين للجوع والجفاف، ولما ضاق بيهم الحال توجهوا إلى الخليفة أبو بكر الصديق بيحكوا له عن المشكلة وبيشتكوا له، وقالوا له ماذا يمكننا أن نفعل؟ فالأرض لا تنبت والسماء لا تمطر وكدنا أن نهلك. فقال لهم انصرفوا الآن، وعليكم التحلي قليلا بالصبر، ولن يأتي المساء إلا وفرج الله قد جاء. سيدنا أبو بكر بيقول كده لأنه موقن جدا بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. في نهاية اليوم جاء الفرج بالفعل، وظهر الخير من خلال قافلة جمال تابعة لذي النورين سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، كانت جاية من الشام ورايحة للمدينة المنورة. لما وصلت القافلة دي المسلمين راحوا يستقبلوها، وكانت القافلة يعني حوالي 1000 جمل محملة بالدقيق والزيت والبضائع والأغذية الأساسية. ووقفت القافلة قدام بيت سيدنا عثمان بن عفان، ونزلت الخيرات دي في بيته. بعد كده راح التجار لسيدنا عثمان علشان يشتروا منه، وهو الناس محتاجين للحاجة دي، فوقت كويس جدا للتجارة. وهنا قال لهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، شوفوا التجارة مع الله، بيقول لهم وما الربح الذي سوف أربحه من ذلك؟ أنا مكسبي إيه؟
فالتجار قالوا له سنعطيك عن كل درهم درهمين، فهيدوا له ضعف الايه المكسب. فقال ولكني حصلت على اكثر من ذلك من غيركم. فقالوا سندفع لك 4 دراهم. فقال عثمان بن عفان اعطاني غيركم الكثير. هم استغربوا فقالوا سوف نعطيك 5 دراهم. فقال لهم لقد اعطاني غيركم اكثر. هنا تعجبوا جدا وقالوا له مين التجار اللي اعطوك دول؟ احنا مفيش تجار غيرنا في المدينه واحنا ما شفناش تجار دخلوا عليك غيرنا. فقال رضي الله عنه وارضاه اعطاني الله تعالى بكل درهم 10 والحسنه 10 امثالها، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. فهل عندكم اكثر من ذلك؟ فقالوا جميعا لا. وهنا سيدنا عثمان في موقف بطولي يقول أشهد الله تعالى أني قد جعلت كل ما حملته الجمال صدقة لكافة فقراء المسلمين ومساكنهم، وقام بتوزيع الأطعمة والبضائع على المسلمين، وخلاص حل مشكلة الفقر اللي كانت موجودة بإطعام الطعام. هو ده الخير من أوسع أبوابه. وإحنا في مبادرة باب جنة عايزين بجهودكم نوصل لكل مكان في مصر. ناس كتير جدا في أمس الحاجة والله للسلع الأساسية جدا، علشان ندخل عليهم السرور والبهجة ونكفيهم شر الحاجة. بجهودكم قدرنا نوصل لبعض الناس المحتاجين، وباستمرار جهودكم برضو إن شاء الله عندنا أمل كبير قوي إن إحنا نوصل لكل محتاج. هو ده الخير من أوسع أبوابه. وإحنا في مبادرة باب جنة عايزين بجهودكم نوصل لكل مكان في مصر. ناس كتير جدا في أمس الحاجة والله للسلع الأساسية جدا، علشان ندخل عليهم السرور والبهجة ونكفيهم شر الحاجة. بجهودكم قدرنا نوصل لبعض الناس المحتاجين، وباستمرار جهودكم برضو إن شاء الله عندنا أمل كبير قوي إن إحنا نوصل لكل محتاج. إحنا الحقيقة كنا في محافظة الفيوم في قافلة خير اتجهت لمركز إطسا، وحبينا نرسم الفرحة على وشوش أهالينا وناسنا الناس الطيبين. تعالوا نشوف جانب من القافلة دي ونرجع تاني إن شاء الله، خليكم معانا. النهاردة بنسلم أول جهاز عروسة يطلع من مؤسسة جنة للأعمال الخيرية. زي ما حضراتكم شايفين إحنا يعني حقيقة علشان نبين الوضع قدام حضراتكم، وعلشان يكون في مصداقية إن كل حاجة بتوصل فعلا لمستحقيها، علشان نكون رافعين لشعار المتقين ولواء الصالحين، وعلشان نشوف الفرحة الحقيقية اللي يا بخته اللي بيشارك في حاجة زي كده. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ربنا يتمم بخير. يا رب العالمين. يا رب اجعلهم ميزان حسناتكم. يا رب اجعلهم ميزان حسناتهم ويكفيهم شر المرض. اللهم آمين. ارزقهم يا رب. اللهم آمين. ويا رب يسترهم، وأنا مش عايزة بس إن ربنا يرزقني برزق جاز البنات. إن شاء الله. بإذن الله. ربنا يبارك فيك يا حاج. يا رب. وإن شاء الله تشيلي أحفادك. إن شاء الله. الهدية والعطية اللي احنا جايلنا من ربنا سبحانه وتعالى النهاردة جهاز عروسة، وده الجهاز التاني اللي بنسلمه من مؤسسة جنة للأعمال الخيرية لمستحقيها الحقيقيين. معانا 6 هي بمئة راجل معانا من أهالينا وإخواتنا. ازيك يا حاج؟ أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله يا شيخ، أهلا بحضرتك. أنت ليك حكاية وعجبتني جدا وأنا عايزك تقوليها للسادة المشاهدين. والله أنا أم الست بنات، أبوهم متوفى من حوالي 13 سنة، كلهم في مراحل تعليم مختلفة.
مراحل تعليم مختلفة ايه؟ جامعة ولا؟ ايوه طبعا معايا في كلية التجارة. ايوه معايا في كلية التجارة ومعايا في نظم ومعلومات. ما شاء الله ومعايا دبلوم. كله تعليم عالي يعني. ايوه معايا واحدة في دبلوم تجارة السنة دي ومعايا تالتة اعدادي ازهري ومعايا تانية اعدادي عام. ما شاء الله تبارك الله. وجوزت الكبيرة الحمد لله. ما شاء الله. طب قولي انت ازاي قدرت تواجهي يعني 13 سنة بالست بنات والمسؤولية التقيلة دي؟ يعني اه اكيد ربنا واقف معايا اكيد. وطبعا كان في برضو يعني. انت بتشتغلي؟ لا ما بتشتغليش. لا بس بعمل حاجات في البيت يعني. اه ممكن اعمل مشروعات خفيفه على قد في البيت وكدا. يعني بتحاولي ان انت ايوه طبعا اكيد تكوني قد المسؤوليه. أيوة. وتكفي احتياجاتهم اكيد. واكيد ان الحياه مرت مش بسهوله برضو بس يعني الحمد لله انها عدت وان انا عدت بيهم مرحله جامده الحمد لله. طب بتتمني ايه الفتره الجايه ان شاء الله؟ اشوف كل بنت من بناتي في بيتها بس. والله انت دموع حضرتك دي غاليه عندنا قوي واحنا ان شاء الله باذن الله هنفضل معاكي لغايه الامنيه بتاعتك دي ما تتحقق ان شاء الله. وكلنا ثقه في الله عز وجل ثم في اهل الخير ان الامنيه دي تتحقق وتشوف الست بنات ان شاء الله كل واحده في بيتها مبسوطه وسعيده والست دي اللي تعبت على مدى 13 سنه كفايه بقى ويعني ان شاء الله نحس انه دي الوقت اللي هي ترتاح فيه. اللهم امين يا رب وجزاكم خير يا رب. دي كانت قافلة باب جنة في محافظة الفيوم وعايزين بيكم ومعاكم نوصل لكل مكان في مصر إن شاء الله لأن الناس دي يا جماعة أحلامها بسيطة جدا. تخيلوا كرتونة زي دي ممكن تكون هي أقصى أحلامهم. أسأل الله عز وجل أن يقسم لنا من محبته وخشيته وفضله ورزقه ما قسم لأوليائه الصالحين. ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك مطواعين إليك منيبين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا. آمين آمين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.